المهيات وصلت وحسن افندي بيصرف. ايه يا عم يا فندم، مش هتكون تقبض؟ مش يبني بفطر لما اخلص الفطار. ما نديك يا سيدي، ما انتش محتاج المهيه. 42 جنيه و 18 قرش. ادي بريزه يبقى لك 8 ساق. لا انا عايز ال 8 ساق. مفيش فكه، تاخد بدلها ورقه بوسطه. اعمل بيها ايه؟ تبعت بيها جوابات يا اخي، وهي الجوابات بتوصل. لو ان يا سيدي ناوي. ايه خير؟ 10 جنيه بتاعت الجمعيه اللي هيقبضها مرسي افندي الشهر ده. 10 جنيه اللي استلمتها مني. وال 50 قرش بتاع الورد والتلغراف اللي بعتناها تهنئه للمدير لما طاهر حفيده. لما ايه؟ طاهر حفيده. وانا مالي؟ ان شاء الله ما طاهر. امسك. السلام عليكم يا سيدي المعلمين. وعليكم. 15 جنيه هم والباقي الشهر الجاي ان شاء الله. هو الباقي كام؟ يعني ما انتش عارف؟ 38 جنيه. اه صحيح، 38 جنيه، بسيطة. طيب اديني 2 كيلو كندوز. مش لما تسدد بقية اللي عليك الأول. معلش يا معلم، النهاردة واحد منه وكل شهر وأنت طيب. الواحد لازم يخش البيت ويشال حاجة في إيده. ما تشيل على يدك يا أخي. اشتري لك علبة بلوبيف ولا سلطانية فول حتى. وماله يا معلم؟ لغايه الموظف اللي قبلها ما يموت عشان اخد وظيفته. ده انا احمد الزبتاوي، ربنا ادالي مخ افكر بيه. انت عارفه ديكارت؟ ديكارت ايه؟ ديكارت اسمه ديكارت، ديكارت فيلسوف فرنساوي. عارفه بيقول ايه؟ بيقول انا افكر اذا فانا موجود. لازم استغل الكنز اللي هنا. لازم اشتغل شغلانه تجيب لي ذهب. عايزين نبقى اغنياء. لازم ابقى غني يا توتو. يبقى عندنا فيلا بجنينه، حمام سباحه، وعربيه مرسيدس، حته خنزيره حلوه. وانت انت كمان لازم يبقى عندك ابدع لبس، تلبس ابدع لبس موجود في البلد. يبقى عندك مطبخ بالكمبيوتر. ونسافر، نسافر بقى ونركب، نركب طيارات. ويبقى عندنا يخت حلو، يخت. ويبقى عندنا ثوره، ثوره توريد كمان. والبرمسكيه بقى. يعني ايه برمسكيه؟ مش عارف، انا سمعتهم بيقولوها كده، لكن اكيد لما هنغتني هنعرف ايه هو البرمسكيه ده. يا سلام يا بالمصري حماده. نعم. اتغطى كويس يا روحي، انت بتحلم. هو في زي بالمصري دلوقتي؟ توتو توحيدة كمان. استقل. بتقول ايه؟ استقل. يا روحي يا روحي. عارفينك انا عارفينك. وليه دي وظيفة تانية؟ لا بس كان لازم استقيل علشان ابقى مجبر ان انا الاقي شغلانه تانية. يعني وقفت. بقول لك ايه؟ اسمعي بس حد الطحينة. اصل يعني زهقتني كده. بكره ان شاء الله هنبقى اغنيه، اغنيه جدا جدا جدا، وهتبقى حرم رجل الاعمال المعروف حماده زكاوي. وبكره ده امتى ان شاء الله؟ الصبح ولا اخر النهار؟ لا بس حلو، بكره لما الاقي شغلانه اشتغل فيها ده استعمل الكنز اللي هنا. انا افكر فانا موجود. أديك لما فكرت استقلت. أنا أفكر فأنا مجنون.
الو يا حماده. الو يا توت. ايه ده؟ يعني حاجه كده. هات. راحه فين؟ ايه؟ استنى بس. انا جايب لك محل. لسه؟ نحط فوانيس احسن، عارفه؟ والله توحيد كنا سافرين في حاره الدود في رابعه، كان على باب الحاره يحطوا فوانيس مدخمسه شكلها هنا بقى جامد. ما ينفعش، لازم يبقوا كده عشان يمشوا مع الكوان ده. مع ايه؟ الكوان ده يعني الركن ده. مع الركن، اللهم صل على النبي. بس ما تبقيش تقولي الكلام ده قدام حد، ده العالم تنشينا عين نروح فيها. ايه ده؟ دي اصريه لايت. ها؟ اصريه لايت. اصريه لايت. يا عيني يا عيني على الحلاوه، ايه الجمال ده بقى؟ ده الويكند يا روح. نعم؟ الويكند. اه طبعا. كند يعني 15، يعني ده تراث الملك لويس ال 15. يا سلام يا سلام، يعني جلالة الملك ال 15 كان بيقعد على الكرسي ده. ايوه يا روح. الله يرحمك يا روح، كنت بتقعد على الطبليه الزفتاوي 19. الحمد لله، عملنا كل اللي في نفسنا، ربنا يستر بقى على ما نسدد الاقساط اللي علينا. لا توحيدة ما يهمكيش، كله هيسدد في ميعاده ان شاء الله، فيلا والعربية والعفش ده كله، ما تنسيش كمان انا بيجي لي ارباح وعمولات غير المرتب السنوي. لا لا لا، كله هيسدد ما تخافيش. انا بصراحة حاطة ايدي على قلبي. شيلي ايدك من على قلبك، ما تنسيش ان انا عملت كل ده بعد سنة واحدة اشتغلتها في شركة السياحة. لكن برضه لازم نمسك ايدينا شوية على ما نسدد. ما في حاجة اسمها ماسكة ايدين بعد النهاردة، في انفتاح، في فراخ، في عمولات وارباح ودولارات وعربيات، عايزين نعيش عمرنا قبل ما نضيع ما حدش يحس بينا. انتوا بتقولوا ايه؟ عارف المشروع اللي قلت لك عليه؟ قدمته رئيس مجلس اداره الشركه وبكره هعرف اذا كان وافق ولا لا. يعني لو وافق عليه هيجرى ايه؟ هيجرى ايه؟ همسك اهم اداره في الشركه. طبعا الارباح هتزداد والعمولات هتزداد، اسمها اداره ال اداره يا اسمها اداره يا بابا. بس يا ولد بابا جالس غطه. طبعا لما همسك الاداره دي الارباح هتزداد والعمولات هتزداد. اشرب. والعمولات هتزداد. اضربي على اضربي على ضهرك اضربي. مش اول اخنقك. بصراحه حضرات الزملاء، انا لما فكرت في المشروع ده كان بينتابني شعور غريب جدا، كان الهام نزل عليا من السماء، كانت الافكار بتنساب وتتدفق لدرجه ان ايدي ما كانتش ملحقه تكتب الافكار دي. لا اله الا الله. يا سلام، راجل مبروك. طبعا طبعا، انا حاسس ان ده توفيق من الله، وان شاء الله المشروع ده هيخلي شركتنا هي الاولى بين شركات السياحه في الشرق الاوسط. دلوقتي مدام المشروع نال موافقتكم بالإجماع وبالحماس ده، أنا أحب أدي لكل واحد حقه. أنتوا عارفين الأستاذ حمادة الزفتاوي ده اللي تعين عندنا من سنة؟ الحقيقة أنا كنت طلبت منه بعض البيانات والإحصائيات الخاصة بالمشروع، حاجة كده يعني تحتاج لواحد حمار شغل. هو حمادة اللي حمار شغل بصحيح. بالظبط بالظبط. أنا كنت عايز أقترح على مجلس الإدارة إننا نوجه له خطاب شكر، بس الحقيقة أنا فوجئت بالأستاذ حمادة
وهو بيقدم لي البيانات دي من يومين بيقول كلام غريب، بيقول ان هو صاحب المشروع ده وهو اللي حاطط افكاره. الظاهر انه حصل له خلل في عقله بعد ما اتغنى فجأة خلال السنة اللي اشتغلها عندنا، بعد ما كان موظف غلبان في الحكومة. ده مؤكد اتجنن او حصلت له لوسة. انا برضو مصر اننا ندي لكل واحد حقه، لابد نوجه له خطاب شكر. الحمد لله. صباح الخير. صباح الخير. طلعتي من جوزك ولا لسه؟ الحمد لله. طيب عقبال التالي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا عم الشباب. صباح الخير يا حمادة. يوم ما شفت سعادتك وحسيت ان ليله القدر اتفتحت لي. ليه؟ ما تنساش حاجه. سماهم على وجوههم. وجه سيادتك فيه بشر، فيه تفاؤل، فيه نبل، فيه ذكاء وعبقريه. وذكاء سعادتك هو اللي خلاك تكتشفني يا فندم. تكتشف ان في هنا مخ، ان في ثروه قوميه. مظبوط؟ مظبوط. وحياه ابن كراميلا يا شيخ اللي ما يعرف سماه من عماه. لولا رعاية سيادتك انا كان لا يمكن افكر ولا ذهني يتفتق عن مشروع عظمة بالشكل ده. يا فندم ده انت مثلنا الاعلى. احنا يا فندم بنتعدي من سيادتك. اللي قبلنا قالوا ابري يا مشكاح للقاعد مرتاح، وسيادتك بتجري من اجل سعادتنا. انت مشكاح، اقسم بربي انت مشكاح. طب تصدق يا مشكاح دي؟ متشكر متشكر. على كل حال مجلس الادارة مقدر المسائل دي وقرر تنفيذ المشروع فورا. طبعا يا فندم طبعا. هي حاجه زي كده ممكن تستنى؟ اللي قبلنا قالوا اللي وراها الطلق ما ينامش. ومش بس كده، وقدر كمان مجهودك بصفه خاصه وسهرك وتعبك في اعداد البيانات والاحصائيات اللي لولاها ما كانش ممكن اعد مشروع بالشكل ده. طبعا يا فندم طبعا. ايه؟ وانا وضحت لمجلس الاداره انك كنت واقف جنبي طول الفتره اللي كنت بعد فيها المشروع، لذلك قرر المجلس توجيه خطاب شكر لك. انا مش فاهم حاجه يا فندم. مش فاهم ايه؟ كلامي مش واضح؟ متهيألي في سوء تفاهم يا فندم. المشروع مشروعي انا اللي سرت فيه ليل ونهار، وانا اللي عديته كتبته من اول حرف لاخر حرف. لا، ده انت فعلا اتجننت رسمي. انا برضو اللي اتجننت؟ لا، يبقى انت بقى اللي سرقت مشروعي وقدمته باسمك. لا بقى، ده انا عامل لك مصير. ده انا صور لك اكيد هنا. هي فوضى ولا هي فوضى؟ طب جدك رودي الحقوني العمي الحقوني. ده انا روحتك في ده الحقوني. ده انا قلت لك 15 سنه سجن. ده حرامي يا جماعه. ده مش رئيس شركه، ده رئيس عصابه. كمبيالات ده كل حاجه بالكمبيالات. نهار كحل يا حماده. اللي قبلنا قالوا اخره الزمر طيط.
خانوني في الشارع. اترفضت. برافو يا روحي. برافو يا روحي. طبعا عشان دي حاجة. انا اللي خد حبيب اجانب. بيقول لك اترفض. بتقول ايه؟ اترفضت. اتهموني بالجنون ورموني بره الشغل. المدير رفضني، رماني في الشارع. يا لهوي، يعني بقيت عاطل؟ هنرجع تاني فقرة زي زمان؟ الكمبيالة دي معادها هذا. هتدفع ولا نهد الشغل؟ مستعجل علي انت كمان، هي الدنيا طارت. لا، الفلوس اللي طارت. اسمع ما اقولك، امك استحملتك في بطنها 9 اشهر، انا بقى مش هستحملك غير اسبوع. يلا يا ابني انت وهو لموا العدة وحصلوني. اترفدت ازاي وعشان ايه؟ اللي قبلنا قالوا ولاد الحرام ما خلوش لاولاد الحلال حاجه. ولا شركة سياحة واحدة لما قال لهم ان انا مجنون، ان انا بدعي ان هو سرق المشروع بتاعي وبينسبوا نفسه. المصيبة انهم مصدقينه. طبعا، ما هي دي مافيا المديرين، بيراعوا مصالح بعضهم كأنهم عصابة. والعمل يا دودو اننا نواجه مشاكلنا ونوفر مصاريفنا. يا ما نصحتك يا حمادة، ده حتى اللي قبلوك قالوا ان كنت على بير برضه اصرف بتدبير. يلا بقى معلش، هنعمل ايه؟ قولي لنا مصاريفنا ايه؟ اولا اشتراكات النوادي 200 جنيه في السنه. اشترك بلا نوادي بلا غيره. جرايد ومجلات 150 جنيه في السنه. الغي كل الاشتراكات، انا ما يهمنيش اعرف اخبار الدنيا، هبعرفها من راديو. اقساط العربيه 400 جنيه في الشهر. نرجعها بخسارة ونص ونمشي حافيين. مستحيل، لازم نحافظ على مظهرنا قدام الناس. يا توتو يا توتو، هنجيب منين؟ هحاول استلف من ابويا. ابوكي ده راجل بيحط القرش على القرش، وده وش سلف. مدرسة كريم والاتوبيس اللي بيوصله. ندخله مدرسة مجاني، مدرسة القزلار. مالها قزلار يعني؟ ولا اوصله كل يوم ما فيهاش حاجة. مش ممكن، زمايله بيركبوا معاه اتوبيس المدرسة، وهيعرفوا اننا نقلناه في مدرسة ببلاش، وهتبقى فضيحة قدام الجيران. فضيحة قدام الجيران؟ طبعا، انا ما اقدرش ارفع عيني في وشهم بعد كده. خلاص، ما تبقيش ترفعي عينك. في ايه تاني؟ الضليلة. الضليلة اللي بنعملها لكريم في حمام السباحة، عشان بعد ما يعمل بيسين يطلع يستريح في الضل. لا 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 لا، وقفي كل الانشاءات، وقفي كل حاجة. انا هبقى احمي كريم بنفسي، ما انا ما وريش حاجة. لا بقى يا حمادة، الا كريم كمان. ده الواد اللي حليتنا ولازم نربيه كويس. يعني هو مش هتربى كويس من غير ضليله؟ ده حاجه تجن. طبعا، لاننا وعدناه. وعلماء النفس التربوي بيقولوا. علماء النفس التربوي؟ علماء النفس التربوي ايه؟ انت عاجبين الانفجار في نافوخي؟ وماله يا عينيا؟ ده ما بيجيش الا العباقره من كتر التفكير. الانفجار في النافوخ؟ ايوه، تبقى انت عبقري. اه، انا فعلا عبقري، لان لقيت حل يحل لنا كل مشاكلنا. ايه هو؟ اني اطلقك. ايه؟ اوعى تطلق. اخرس يا ولد. الله. انت عارف ان ده مش مكانك. امال مكان مين؟ مكان ابنك، وده اكل ابنك. الله، امال اكل انا فين؟
اهو. كفايه عليك كده النهارده، انت عارف ان الحاله جيم، لكن الولد محتاج اكل عشان يبني جسمه. طبعا. يا تلمس امبابة يا احلى من اللوز. هاي بابا. الو يا كراميلا. اهلا يا حبيبي. اهلا يا ماما. كراميلا كراميلا هات حتة لحم. حتة لحم انت ما بتاكليش ليه طيب؟ انا ابتديت من النهارده ريجيم فظيع. احسن برضه. خد يا روحي. وانت مش هتعمل ريجيم يا كراميلا؟ خد يا حبيبي. غفير لمنزل في دور البناء بمكافأة مجزية. مشرف لمرجحة أطفال في ميدان السيدة يوم مولد النبي. مصنع ترشي الجمهورية يطلب خبير في دوقان الترشي للتأكد من جودة تخليله. ترشي؟ ما تتقلقش قوي كده. يلزم خبرة 3 سنوات وشهادة من 2 موظفين بحسن جودة التذوق. طب ما يطلبوا خريجين كلية الترشي أحسن. وأنا ما أشتغلش ليه؟ نعم. وأنت هتشتغل إيه بقى إن شاء الله؟ هو أنت معاك شهادات؟ يعني أنت شايف بتوع شهادات مطلوبين؟ ما ديك بشهادة وما أنتش نافع. الله 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 الله. طب ولزومها ايه طولة اللسان دي؟ ثم اني خارجه من تانية تجاره. لولا انك حبيتني وقعت في غرامي كنت كملت دراستي. انت اللي خرجتني لانك كنت مسروق وعايز تتجوزني. انا برضه مش انت اللي كنت هتموت عليا وكنت عايز تتجوزيني عشان تنتسب للعائلات الكبيره وتختلطي بالاوساط الراقيه؟ احنا عائلتنا كانت اكبر عيله في حاره الدود، انت عارفه كده كويس. ايه انا عيلتي احسن من عيلتك مليون مره. انا ما كنتش عايز اتجوزك لولا اني خفت انك تنتحر. انا كنت هنتحر فعلا، بس يوم ما مضيت عقد الجواز طلعني. دلوقتي عادت تطلقي عشان بقيت عاطف، لكن لما كنت عايشه في النعيم كنت مكلبشه فيا بايدك واسنانك، كلتيني لحم وعادت يمين عظمي. انا لولا انا متربيه ما كنتش قلت لك اني مستعده اشتغل عشان اصرف عليك انت وابنك. انت بتقولي كده دلوقتي عشان عارف ان مفيش مجنون يرضى اشتغلك من غير شهاده. لكن انا حلو وزي القمر ودي ميزه ابدع من ابدع شهاده. انا عرفت افكارك اللي زي الزفت دلوقتي، انا فهمت عايزه تشتغلي ايه بالظبط. بلاش اللي اتقدم، انا هشتغل مانيكان. سونيا صاحبتي المانيكان هتشغلني معاها. الله ملكة توتو، انت ناوية تشتغل في سيرك؟ ده تمرين مهم عشان الرشاقة. تعرفي شكلك كده احلى بكتير، ما تخليكي كده على طول. بلاش نقورة وحياة والدك. انت فعلا ناوية تشتغلي مانيكان؟ طبعا. طيب اللي قابلها قالوا خليك ورا الكداب لحد باب الدار. فشلتي.
ولا يهمك. ما تزعليش ابدا. انا عايز جبت رواقه كده عشان في واحد مهم قوي عايز يعمل مشاريع سياحيه جاي يتغدى معايا بكره. يتغدى ايه وفين؟ لا ما انا اصلي حصلي في رشيق من واحد صاحبي بس عايزك تعملي لنا اكل على قدي وقده. وانا؟ اما انت اناني صحيح. الله، هو انت مش عامله رجيم يا روحي؟ ما انا عاملاه من قلته. الله، طب ما احنا لسه برضه في قلته. ولزومها ايه العزومه دي؟ هيجيب لك شغل؟ طبعا. المهم بقى اللي انا فاهم الراجل ده اللي انا مش محتاج للشغل. هما الناس دول كده تخش عليهم بالالباندا ياكلوه على طول. او غاد. الله الله، ايه ده كله؟ ما تخضيش قوي، ده كل الحكايه ربع كيلو لحمه. والجزار ردي يديلك ربع كيلو؟ بوست ايده عشان يديها لي، بس وعدته ان انا هشتري بقيه الكيلو لما ربنا يفرجها. كويس. شوف. انا عندي بيضه واحده، هحطها على اللحمه واعملها لكم بالبقسماط عشان تبان كبيره في الطبق. برافو عليك يا مراتي، يا ابدع مدبره في الدنيا. عارف احلى حاجه ان البوس عندنا ببلاش. بقول لك ايه؟ ايه؟ بالمره بقى. ادي نص خصايه وحزم الجرجير وطماطمايه. عايز طبق سلطه ما حصلش. خد كمان البصلايه دي عشان صنتها تطلع على عينين الراجل تدوخه تخليه ما يشوفش اللي على الترابيزه. انا عايز الراجل يتهبل من الاكل. هيتهبل. بيتك عظيم يا استاذ حماده، ذوقه يجنن. كل حته فيه تاكد ان صاحبه واحد من عمالقه السياحه في مصر. ده بس من ذوقك يا فندم. حضرتك يعني اللي راجل مجامل. بالعكس، ده شيء طبيعي ان راجل اعمال ناجح جدا زيك انت يبقى بيته على المستوى ده. متشكر قوي يا فندم. بعد اذن سيادتك ثانيه واحده. اتفضل اتفضل. ايه عايز حاجه؟ لا يا حبيبتي، خدي حته اللحمه دي. معقولة تسيب الراجل لوحده عشان تيجي تديني لحمة؟ معلش، طباخ السم بيدوق، وبعدين انت بقالك مدة ما كلتيش لحمة، لا تنسيها هتبقى فضيحة. طب يلا روح له. ده عبيط قوي. الحمد لله. معقولة يا فندم سيادتك لحقت تاكل؟ طبعا، الأكل حلو قوي يا مدام، بس كنا نحب تشاركينا. يا ريت، بس حضرتك عارف الرجيم. ايوه، دي ضريبة نجاح المانيكان. انا صحيح ما بحضرش عرض ازياء، انما المدام بتقول لي انك مانيكان ممتازة وبتضطر تشتري كل الفساتين اللي حضرتك بتعرضيها من حلاوتها عليك. ميرسي قوي. طب ممكن ناخد القهوة في الصالون؟ طبعا. اتفضل يا فتوح بيه. اتفضل اتفضل اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل اتفضل. خلينا ندخل في الموضوع على طول. انا عارف ان دقيقه عندك ليها ثمنها. خبرتك في السياحه وكفاءتك وذكائك، كل دول عملوا اسم حماده الزفتاوي. وفي الحقيقه الكلام ده اتقال كتير، بس انا لم اكن اعيره التفاتا. انا شخصيا متاكد انك صاحب الفضل في كل مشروعات الشركه اللي سبتها، وان رئيسك سرق افكارك. في دي بقى عندك حق، ولذلك احنا محتاجين لافكارك دي لشركتنا، وان كنا بصراحه مش هنقدر ندفع لك اللي تستاهله. لا. في دي بقى ما عندكش حق. ايه رايك في مرتب مبدئيا 300 جنيه في الشهر؟ خير خير خير. خير ايه بقى؟ ده اللي قبلنا قالوا كبوا القهوه من عماهم، قالوا الخير جاهم. هو انا عم يا سي حماده؟ مش كفايه 10 شغالين واخدين اجازه النهارده وانا شايله البيت كله على كتفي؟ لا لا مش قصده، معلش معلش انا اشربها كده. طب مؤاخذه يا فندم، معلش ما اصل ايه بقى؟ معلش. يعني خير باذن الله، خير ان شاء الله. ها؟ قلت ايه يا استاذ حماده؟ والله اديني فرصه افكر. لا مش هديك فرصه، لازم اخرج من عندك واحنا متفقين. ممكن اعلي لك المرتب ل 400. ها؟ لاحظ ان ده الى جانب العمولات والارباح السنوية.
يا مدام حاولي تقنعيه. لا 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 انا مش هقتنع يا استاذ حماده. الحقيقه احنا مصاريفنا كتيره قوي زي ما حضرتك شايف يا فتوح بيه. فعلا فعلا. طب انا عاوز نتفق النهارده مع وعد مني في حاله التعاون المثمر ما يكونش في حدود المرتب. ايه في ايه؟ انا كنت عايزه فتوح بيه يشوف الاضاءه بتاعتنا متوزعه ازاي. الله تجنن يا مدام. ايه قلت ايه يا استاذ حماده؟ والله يعني ما تحاوليش تستعبط يا مدام، احنا عارفين ان انت هنا. افتحي حالا ولا هكسر الباب. ايه ده؟ مين دول؟ احنا اللي رشينا الفيلا ضد الصراصير والحشرات من شهرين، عاوزين فلوسنا. معانا فواتير بالشيء الفلاني وما دفعتوهاش. معقوله؟ ازاي ما دفعناهاش؟ دي فواتير مزوره، انتوا غلطانين. مش احنا اللي غلطانين يا حماده بيه، انتوا اللي نصابين وحراميه. جينا لكم بدل المره 10 وانتوا بتتهربوا. لو ما دفعتوش المره دي هبلغ النيابه. ده ايه الكلام الغريب اللي يقوله راجل حمار ده؟ انا اللي حمار برضه؟ لو انت راجل وفي تحت مناخيرك شنب افتح لي وانا احلقهولك. ايه ده؟ صحيح. ايه ده؟ قلة ادب. افتح وادخل الراجل المجنون ده من هنا. طبعا توتو يلا افتح اطرد الراجل المجنون ده من هنا. وانا مالي يا اخويا؟ اطرده انت. ايه؟ اطرده انت. طبعا طبعا. انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلك انا عندي اجتماع يا سيد. يا توتو طلع الراجل العيل ده من عندك لو سمحت. من فضلك احنا عاوزين المبلغ ده حالا. انا ماليش دعوه. انا مالي انا. وعمال تقول لي افكر وما افكرش. خد يا شيخ ده انتعار على السياحه في مصر. اعوذ بالله. يا استاذ قتوح. ماشي قتوح ماشي. اجري جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. هيتصلح امتى؟ الله يخرب بيوتهم. كان هيحصل ايه يعني لو كانوا نورونا شغل؟ ولو ما دفعناش يبقى حوسنا بيهم بعد كده. بس الواد يذاكر. حماده. انا مش عارفه عايزه اقول لك حاجه بس انا بقول يعني يا ريت ترجع تشتغل موظف تاني. اشتغل موظف تاني؟ انت مجنونه؟ ده انا حماده الزفتاوي. مش عايزين نور يا ستي. مالها الشموع؟ الشموع حلو. شموع حلو قوي وحتى كمان بتعمل جو رومانتيكي وبتعمل عواطف. بتعمل عواطف. اخبار العواطف ايه؟ اوعى تكوني نسيتيها. الولد صاحي. المفروض صاحي تلات اربع ايام. نعمل ايه احنا يعني؟ شويه عسل. عسل.
هذا مرور احيانا. معلش كفايه كده. جمبري اللي قبلنا قالوا ابو بلاش كتر مني. انا بصراحه عايز اخرج من هنا. يا متر يا فندم. عايزين نخرج. عايزين اتنين قهوه. مظبوط. حاضر يا فندم. هاتي نضارتك وحطيها جنب علبه السجاير والمفاتيح. يلا اتكل على الله وانا هحسر. خسارة. الظاهر انهم في التواليت لان حاجتهم لسه هنا. انا كنت حمود من الجوع. انت مش سبت المفاتيح في الريستوران؟ لا دوكا مفاتيح عيرة طبعا. انتوا بتسددوا عليكم بتاخدوا العفش. صباح الصباح فتح يا عليم وجب ما فيه شي ولا مليم زي الصنايعية الحلوين. الصبر أمر وطال إيش بعد وقف الحال يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم. يعني بالذمة ده كلام؟ هي دي حاجة زعل زعلانة من إيه؟ هو في وسع وبراح ألازم من كده؟ الحمد لله. عملتي لي السبوت لايت يا اختي اهجت على دماغنا. ولويس ال 15. لويس ال 15 ماله لويس عوض يعني؟ عايز افهم. كنت تجيبي كرسي لويس عوض ماله؟ طبعا انت فاهمه اني ممكن اسلفك عشان شايفه اني متريش ومبسوط، لكن ده بعدك اروح والدتك. السلف ضد مبدئي وانت عارفه مبدئي كويس، لا اقراض ولا اقتراض، لا اعتماد على النفس لابد منه. شايفه ابوك عظيم ازاي؟ راجل صاحب مبادئ. امال ايه؟ أنا عملت ثروتي دي باعتمادي على نفسي، عمري ما استلمت. بصي حواليكي كل حاجة هنا بتمثل ثروة. الصالون اللي أنت قاعدة عليه، السجادة اللي بتدوسي عليها برجليكي، التابلون اللي متعلق في الحيطة، الطقطوقة اللي بتحطي فيها سجارتك بعد ما ترميها. لو كنت استلفت ما كنتش وصلت للنتيجة اللي أنا فيها دي. ربنا ما يحرجك يا حبيبي أبدا يا سلام. بس يا بابا مفيش بس، انتوا لازم تطلعوا زيي. انا من وانا عيل صغير وانا حافظ حكمه قديمه بتقول الحاجه تحطم الحديد، وجوزك بقاله اكتر من 3 اشهر ما بيشتغلش.
ولازم يشوف حل لازمته. مفهوم؟ لازم يشوف حل لازمته. خليه يفكر بس اوعي تخليه يستلف. دي نصيحتي له، لانه لو فكر مره يستلف هيفضل طول عمره يستلف. ربنا ما يحرمهم من نصايحك يا اخويا. ده بدل ما تقولي ربنا ما يحرمهم من فلوسك. هيحرمهم. اسمعي يا توحيده يا بنتي، عمرك ما هتدوقي فلوس الا بعد ما اموت، يعني بعد عمر طويل قوي 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 ان شاء الله. شايفه صحتي؟ شايفه باكل ايه؟ ده تفاح وده مبيت. دي وجبه الابراتيف، يعني قبل الغداء، عشان نفسي تتفتح كمان وكمان وكمان. ربنا يديك الصحه يا حبيبي. والغدا لازم يكون فيه سيمون في مي، وجمبري بالمايونيز علشان الفوسفور، وكبده مشويه علشان الحديد، وصوص بولونيز علشان خلات الرصاص. والنبي ده كريم دايما يسال عن جده وسته. يا اختي خدتينا بدوكه، خليتينا نفسنا نسال عليه. اهو بيذاكر على لمبه جاز. ده انا وانا في سنه كنت. يا بابا انا سمعت الحكايه دي منك 100 مره. وماله، نخليهم 101. ده انا كنت بمشي 3 كيلو عشان اوصل للسكه الزراعيه علشان الاقي عمود نور اذاكر تحته. وليه بس نعذبه زي ما انت اتعذبت؟ الشاعر حافظ ابراهيم كان بيذاكر على لمبه جاز، وابراهام لينكولن كان بيقرا في ضوء شمع. خلي ابنك يطلع زيهم. اسمعي كلام ابوك يا بنتي، ده كلامه كله حكم. بصراحه دي فرصه عظيمه اللي بيمروا بيها حماده، والفرصه دي هتعمل منه اسم كبير، علم مشهور. طب وذمه النبي انا بغير منه؟ عن اذنكم. قولي له بابا غيران منك، ما تنسيش. طيب. ما تقعدي تتغدي معانا. لا معلش، متشكره قوي. طيب تاخدي تفاحة الكريم ولا بلاش؟ احنا هنرجع نسلف تاني. مثلا ابوك الباصل وامك التوم، منين ليك الريحه الطيبه يا بنت الشوق؟ يا ماما بطني. ايه بس يا حبيبي مالك؟ بطني يا ماما، بطني بتوجعني مش قادر. حماده يا حماده. ايوه توتو. ايه يا اخي؟ انزل هات الولد الدواء بتاع المغص، هنسيبه يتودع كده لامتى؟ طيب انا قلت حاجه؟ صباح الخير يا دكتور. صباح النور. اي خدمه من فضلك؟ عايز لبوس. نعم لبوس، مش ليا لبوس، بتاع الاطفال بتاع المقص. ايوه حاضر، ثانيه واحده. يا ريت يا ريت يا دكتور يا ريت. تعال تعال. انا خلاص بقيت كويس، المغص راح يا دكتور. الله 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 الله، انت هتعمل زي العيال الصغيره، لازم تاخد الحقنه. نزل بنطلون، نزل نزل. هاي حاضر، بالراحة. هاي حاضر، نزل اهو. اتفضل
بس عايزك بقى ايه بالراحه عليا، لان ما انا ما بستحملش الحقنه وعلى مهلك قوي. خليك حنين يا دكتور، ده انا غلبان. بالراحه عليا بالراحه. ده العيال الصغيره ما بتعملش كده يا اخي. الحمد لله الحمد لله. بالشفاء يا دكتور. اه حالا هتستريح. ده انا بقيت مستريح قوي، استريحت قوي الحمد لله الحمد لله. الحساب بقى يا دكتور وحياتك. الحساب يا سيدي جنيه ونص. جنيه ونص كويس. اتفضل 2 جنيه اهم. وال50 قرش ده بقى شيش العمال. الدواء فين؟ اتفضل. شكرا. اتفضل يا دكتور. اتفضل. اتفضل من هنا. توتو توحيدة. ايه؟ انا جد دكتور عشان كريم. دكتور ليه؟ ده كريم عنده شوية مغص عادي. مغص عادي ده احنا عندنا كام كريم لازم نطمن عليه. ايه الحاجات دي كلها؟ عندي حاجات على مقاسم كده. جبت لي كمان شوكولاتة طالب. خدي. جبت الفلوس دي منين؟ دي جبتها بمنتهى البساطة، زي شكة الإبرة بالظبط. خير يا دكتور؟ لازم عملية. يا نهار أسود. عملية؟ عملية إيه؟ زايدة دودية، مصران أعور. وليه العملية؟ مش ممكن علاج؟ المصران ملتهب جدا، ولو انفجر هيعمل له تسمم. طب نعملها له دلوقتي يا دكتور، اعمل معروف. لا بكره الصبح يكون عندي في المستشفى الساعة 8، لأن أنا أهو. إيه؟ في حاجة يا دكتور؟ لا ما تخافوش، أنا لسه ما بدأتش العملية، أنا جيت عشان أتفق معاك على الأكل. مش مهم الأكل، المهم الولد. ما تخافش على الولد، العملية هتتعمل هتتعمل. معاكم 200 جنيه دلوقتي؟ دلوقتي طبعا دلوقتي. العملية مش هتتعمل دلوقتي؟ ثانية. ممكن حضرتك تاخد ال 150 جنيه دلوقتي وال 50 جنيه بكره ان شاء الله. انا اول مره اشوف عمليات تتعمل شروط بالشكل ده. لو كان معاك الباقي اديله، لا يعمل حاجه في الواد. يا نهار اسود يا دكتور يا دكتور. الدكتور عايز الادويه دي بس بسرعه. مش النهارده ولا ايه؟ ليه؟ لا بس عشان شايفكم منفضين.
كله يرفع ايده، كله يرجع لورا، كله يترمى على الارض. اللي هيتحرك حضره في مليان، اوعى حد يتحرك لا يضيع نفسه. يا لهوي، ايه اللي انت بتعمله ده يا حماده؟ بعمل بروفر شغلتي الجديده، سرق بالاكرام، ابدع شغلك، تجيب فلوس زي الرز. حماده، ايه؟ انت اتجننت؟ لا ابدا ما اتجننتش، بس معاد دفع القسط بتاع الفيلا اول الشهر، واللي ما دفعتش هيحجزوا علينا، وانا ما عنديش استعداد بقى ان انا اضيع الفيلا، والا هنقضي طول عمرنا على الرصيف. طب ما انت بالشكل ده هتعيش في السجن، وانا وابنك على باب السيده. لا ما تخافيش، اولا بقى ده مسدس لعبه بتاع كريم، شكله زي الحقيقي مش كده؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، الناس في بلدنا ناس طيبين، بيصدقوا اي حاجه، اول ما هيشوفوني كده هيقولك ده قتال قتل على طول. هو انت تقدر تقتل فرخه؟ ولا اشوفها بتتذبح حتى. ماما. ايوه يا حبيبي. ماما. يا ماما. كله يرفع ايده، كله يترمى على الارض. ايوه يا كريم. انا جعان يا ماما، ما عندكيش تفاحه؟ لا يا حبيبي. ولا موزه؟ ولا موزه يا روحي. اعملك سندوتش جبنه؟ لا. طب استنى دقيقه لما اسال بابا معاه فلوس ولا لا. اوعى حد يتحرك لا يضيع نفسه. يا اخي يا اخي، الولد قايم من عيا وجعان، ما تنزل تجيب له شويه فاكهه بدل ما انت قاعد تعمل حركات الجنان دي. حاضر، هجيب له كل حاجه، هجيب له الدنيا كلها. لا بطريقتك دي ما احناش عايزين، انت كده هتودينا في داهيه. يا ماما. حاضر يا حبيبي. ماما. ايوه حبيبي، زي بعض. هاتيلي سندوتش جبنه، ما انا بقالي تلات ايام باكل الجبنه. يظهر ان انتوا ما تعرفوش ان في حاجه اسمها اللحمه. طيب يا حبيبي، انا هنزل دلوقتي انا وبابا نجيب لك كل حاجه، بس انت خلي بالك من نفسك. أنا خايفة. ما تخافيش، أنا عايزك تطمني خالص، أنا درست كل حاجة كويس. هنبتدي دلوقتي بفكرة العربيتين، هنسيب عربيتنا ونسرق واحدة تانية، نعمل بيها العملية وبعدين نرجع ناخد عربيتنا. أنت ما بقتش حمادة، بقيت حرامي متخصص. أنا بفكر كده عشان أعيش، اللي سرق أفكاري دلوقتي بقى مليونير، ما كان زماني زيه. اي خدمة؟ ايوه ايوه فهمت، انت مكسوف تطلب مني موانع تحديد النسل مش كده؟ ثانية واحدة. جنيه. حاسس
حسنين ومحمدين ومراته عقله وزين قالت كفايه اتنين حسنين. ما رضيش يطلع الدكتور اداني ده. اظن نرجع البيت بقى ونحمد ربنا انها جت على كده. لازم اجيب الاقساط والا هروح في داهيه، ثم مش بكره نهار من اول محاوله. قلبي معاك. أول ما أنزل تيجي تقعدي مطرح وتسيب العربية دايرة عشان أول ما أطلع نط فيها وتجري بينا على طول. حاضر. بصراحة يعني أنا هضرب في مليان، هضرب في مليان، أنا هضرب هضرب في مليان، أنا هضرب في مليان، هضرب بجد حقيقي، هضرب في مليان. يعني أنا كنت هضرب في مليان، إنما دلوقتي مفيش داعي. أنا بس أنا فخور بيكو، أنا فخور بيكو لأن أنتوا مفخرة، أنتوا مش شباب اللي يفخر البني ادم ان يكون فخور. يعني السلام عليكم. حرامي يا بنيت، يا بنيت قبلنا قالوا اخرة المعروف الضرب بالكفوف، وهو اللي انت عملته ده معروف؟ مش كنت هجيب لك قرشين؟ انت اتحرقي معايا يلا. طيب يا خرابي. ايه يا خرابي؟ في ايه؟ هم جم ورانا البيت كمان؟ ايه البلاوي اللي بتتحدث علينا دي يا ربي؟ ايه يا وليا؟ هو احنا ناقصين؟ في ايه؟ فاتوره التليفون اتفضل. مالها؟ 60 جنيه مكالمات زيادة والتليفون عطلان بقاله 14. 60 جنيه مكالمات زيادة؟ وهو عطلان بقاله 14؟ يلا يبقى مفيش نور ومفيش تليفون، خلينا قاعدين في معتقل. هو انا عملت لكم ايه؟ انا طول الصيف مسافر لكن عليا مكالمات زيادة. وانا تليفوني عطلان بقاله 6 شهور ولازم ادفع 50 جنيه فوق الفاتورة. طب انا بقى خليت مع مراتي من سنتين وقطعت السلك ورغم ذلك كل سنه عندي زياده في الفاتوره. يقول لك ادفع الاول وبعدين اشتكي.
انا نفسي اقابل حد من اخواتكم حد كل ارفع ايدك كل ايدك مكانه ورا 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 كل ايدك مكانه ولا حركة ولا حركة كل ايدك ورا كل ايدك ورا اهو خد بالضربة ضربة ما فيش بالضربة هات ولا كلمة هات نام اتوبيس النادي كام يا سلام ولا بيرد بذمتك ايه رايك في طعم اللحمة؟ انا كنت نسيته بوس ولحمه انا هتجنن طب فهمني بقى دي مش تبقى سرقه يعني اللي في مدرسه الولد دول مدرسين ولا حراميه مالهم الحراميه مش فاهم تنسيتي ولا ايه نعم قصدك ايه هو احنا بنسرق لا طبعا احنا بنعترض على اوضاع غلط بنحتج على المجتمع صح كده انما دول يبقوا ايه لما يطلبوا مننا 150 جنيه يا نهار اسود 150 جنيه عشان ايه المباني وانشاءات مباني ايه يا كريم ايوه يا بابا عشان مدرستنا تبقى كبيره وحلوه وفيها ملاعب كوره يعني انتوا تلعبوا كوره وانا اتخرب بيتي ماليش دعوه بقى قبل قالك ما يجيبش الفلوس ما يجيش هو مالي بقى الله خلاص نجيب له 150 جنيه عشان يلعبوا كوره ماشي عندك كام تلميذ لسه ما دفعوش 12 لا لا انا بعرضك انجبوا له يا بندر زي ما انت عارف بس بلاش المسدس ده رضا قوي واستوت قوي 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 مش تحطهم في بنك احسن بنك بنك ايه دول هيفضلوا هنا عشان نرجع كل اللي راح مننا لازم نعيش حياتنا احسن من الاول عربية كريم بتاعت المدرسه هترجع تاني كل اللي حرمنا منه هيرجع تاني احبك يا حماده بتتكلم عربي لا عربي كيلو 5 جنيه 5 باوند
5 باوند 5 باوند فور 1 كيلو كيلو 5 باوند نو تسعيره في تسعيره نو لحم اوكي 5 كيلوز 5 5 يس شد دواك قول يا معلم. اهلا وسهلا يا اخويا. بقالك كام يوم ما بتجيش؟ كنت مستخبي فين؟ شغل كتير يا سيد المعلمين. شغل ايه؟ في الصنف ده. خد جرب وشوف هيعجبك قوي. جرب يوضع سره في اضعف خلقه. انت باين عليك اجدع خلقه. عامل لي اضعف خلقه؟ جالك منين الصنف ده؟ كنت بره وجبته معايا بطريقتي. عايز عندك انت؟ ايه مش مال هدومي ولا ايه؟ استغفر الله. عندك قد ايه؟ معاك؟ ايوه معايا 30 كيلو يا معلم. وطي صوتك يا غشيم. 30 كيلو يا معلم. عظمه طلباتك اللي تدفعها يا معلم زي ما بتدفع دايما. مش عرفك انا بدفع قد ايه. ازاي بقى يا معلم؟ ده انت صيدك زي الطبل وكلمتك واحده. عشت. واسم الكريم ايه؟ حسون ابو شرطه. بكره في نص الليل تمام يا ابو شرطه قدام دكان الدؤدؤ تجيب ال 30 كيلو وتقبض 30 باكو. ماشي؟ ماشي يا معلم ماشي. فوتك بعافية. معاك؟ معايا. ماشي يا معلم.
جبت الفلوس؟ جبت البضاعة. بيتك على بيت معلمينك. قلت مش عاجبك ولا ايه يا معلم؟ ده طلب صحيح، ده تربى حقيقي وحقيقي. عمل فينا ملعوب ابن ليه ده؟ الحق هاته دوس ملكين للاخر يا معلم. عربيته ايه؟ شكلتك العمارة دي عمارة ايه يا فرودي؟ دي مش عربية، ده كده مغيرها يا بطل. برضه انا بطل يا معلم. خبر ايه يا معلم؟ خبر ايه يا معلم؟ انت هتطلع قلبك فينا ولا ايه؟ انت اللي بتحاول تهزر مع شات عيال. ها؟ ايه؟ ايه اتعدل؟ اه يا ابن الكلب. ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ رحمنا رحمين. تعملي نبله بورق ب10 جنيه؟ ليه؟ سارقينه؟ ده احنا جايبينه بعرق الجبين. يلا يلا يلا. توتو بقول لك ايه؟ اوعى تعمل حاجه. شفت الرساب بتاع الجورنال متخيلك ازاي؟ يا خبر؟ وانا شكلي وحش كده؟ انت ده يا ماما؟ لا يا حبيبي، ده مش امك، ده ام سحلول. شوية أصل العريس محتاج لعملية، والعملية هو كبر عليها حبتين، إنما في الحقيقة العروسة مصرة إنه يعملها يا فندم. عملية إيه؟ هي يا فندم عملية طهارة بسيطة كده يعني. أيوه أيوه، وماله؟ تحت أمرك؟ هي طبعا يا فندم عملية بسيطة، انما لانه هو راجل كبير وما عملهاش ومش مقتنع اساسا كمان ان هو يعملها، فقلنا نيجي لدكتور عظيم زي حضرتك يا فندم. يعني هو مش عاوز يعملها؟ لا يا فندم، في الحقيقه هو مش عارف، يعني مش عارف ان هو هيعمل العمليه، واحنا كمان مش هنقول له يا فندم، لان لو قلنا له هيعصلك والجوازه هتبوظ، ودي حاله انسانيه يا فندم وربنا يخليك لينا. طيب انا هتصرف، بس هاتهولي هنا يوم الاثنين الساعة 12 الظهر. وفي الحقيقة يعني أنا مش عارف أقول لسيادتك إيه يا فندم، ربنا يخليك لينا. بقول يا فندم 500 جنيه الأتعاب مقدما بتاعة العملية، ودول يا فندم 200 جنيه علشان المساعدين. بس المهم بقى سيادتك تقوم باللازم. اهلا مدموزيل. اهلا. بونجور ميسيو ارتين. بونجور مدموزيل، تشرفت يا فندم، تفضلي. ميرسي. كنت عايزه اتفرج على برازيلي. ايوه. اسويرة الماس عشان حضرتك؟ ايوه. دي لازم تكون حاجه عظيمه كتير عشان حضرتك، كلك ذوق وشيك. ميرسي. عندي دي بالباجيت النادر، دي الماز نضيف قوي مفيش ولا عيب،
ده بالزفير. التلاتة أحلى من بعض. الحقيقة أنت عندك حاجات حلوة قوي مسيو أرتين. واللي هيخليه حلو أكتر الإيد اللي هتلبسه ماتمازيل. ميرسي. متهيألي آخد فير دي. يا سلام يا سلام. حضرتك فنانة. مفيش أحسن من كده ذوق. بس دي أغلى شوية ماتمازيل. مش مهم الفلوس، عايز كام؟ 3000 ماتمازيل. فعلا تستاهل. خليها بقى في ايدي. مبروك ماتمازيل. وسط محمود؟ ايوه يا فندم. ادفع له. حاضر يا فندم. الحقيقه انا كل بنات اصحابي قالوا لي عليك، لكن ما كنتش متصور انك عندك حاجات جميله كده. احسن ذوق عندنا ماتمازيل. انا هخلي بابي يتعامل معاك. احسن السايغ بتاعنا ذوقه بادقه قديمه ومش عاجبني. تحت امرك ماتمازيل. واخويا كمان لازم يقدم شبكته بعد يومين. انا هطلبك في التليفون عشان اتفق مع بابي تحضر له الشبكه. تحت امرك ماتمازيل. اوه دكتور جلال الدين عبد العظيم. حضرتك بنت الدكتور عبد العظيم الجراح الكبير. شيء عظيم. انشانتي ماتمازيل. ميرسي مسيو ارتين. انا سعيد خالص بتشريفك. اوروار مسيو ارتين. اوروار ماتمازيل. الو ايوه هنا دي محل المجوهرات والموزات. ايوه احنا عايزين مسيو ارتين. انت مسيو ارتين؟ ايوه هنا منزل الدكتور جلال الدين عبد العظيم. المزيل بتاع هنا عايز يتكلم. انت ايوه لحظه واحد. الو ايوه مسيو ارتين، كويس اني لقيتك. بابي مسيو ارتين الجواهرجي هتروح له امتى؟ في الحقيقة انا مش فاضي، ما عنديش وقت كتير اقدر اقابله فيه. يا ريت يجي المستشفى ويجيب لي معاه مجموعة سويترات ينقي منها اللي احنا عايزينه. ممكن مسيو ارتين تروح انت لبابي؟ ايوه يعني تنقي له كده كام حتة سوليتير حلوين وتعدي عليه في المستشفى. كويس. انت يا بابي؟ ايه؟ بابي يا ريت يجي لي يوم الاثنين الساعة 12 الظهر. سمعت مسيو ارتين؟ يوم الاثنين الساعة 12 بالظبط الظهر. طبعا انت عارف المستشفى. داكور. اورفوار. هو مش هيجي ولا ايه؟ مش ممكن. مستحيل يفوت زبون سوء زي ابوك الدكتور. هو خلاص بقواب صحيح؟ توبي. بونجور ماتمازيل. بونجور. اهلا مسيو ارتين، كويس انك جيت في الميعاد. احسن بابي راجل مظبوط خالص. احنا كمان مظبوطين. اتفضلي ماتمازيل. ميرسي. تفضلي. العريس موجود يا فندم في الميعاد بالظبط. هو فين؟ موجود يا فندم تحت امر سعادتنا في الاستراحه. اوكي انا هبعت له حاجه يشربها فيها مخدر بسيط لغايه ما ادخله اوضه العمليات. ربنا يسترها معاك يا سعاده الباشا. انا يا فندم حاسس ان العمليه هتتم على ايديك زي الحلاوه.
عشان ايوه اتفضل. حالا مسيو ارتين، بابي هيشوفك حالا. ميرسي مرحبا، اتفضلي. لا ميرسي. مش ممكن. لا لسه شاربه دلوقتي، متشكره قوي. اللي قبلنا قالوا لي طارع ما حسابش، مش كده ولا ايه؟ الله بوس وفلوس ان 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 فوق شويه. لا اعدلها، لا لا ناحيه الخشبه، لا اعدلها كمان. ايوه كده، لا لا عليك شويه، لا كده معوجه. مبروك يا روحي. اهلا يا روحي. عملت ايه؟ خلاص خلصت كل اجراءات الاشهار، بقيت صاحبة شركة قد الدنيا. ربنا يخليك ليا يا عيني. امال ايه؟ دلوقتي بقى نقدر نعمل كل عملياتنا ونكبر اكبر واكتر من غير ما نثير الشبهات. احنا دلوقتي قدام الناس رجال اعمال ناجحين. قصدك ستات اعمال؟ ماشي. بسرعة يا اسطى واحد. حبيبي عشان عينيك ما توجعكش. لا انا مبسوط كده. اجيب لك القناه التانية؟ لا لا احسن فيها مسلسلات العرب الرزله بتاعتها. سيداتي سادتي مساء الخير، بيسعدنا ان نستضيف في حلقه النهارده الاستاذ الكبير حسن بلبع رئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه للسياحه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. الاستاذ الكبير حسن بلبع ورحله طويله ناجحه في عالم السياحه، ممكن سيادتك تكلمنا عنها؟ الله ده مش كده دايما. حسن بلبع رئيس الشركه اللي رفدني. انا ياما انضربت بالطوب في اول حياتي، لكن ما همنيش، كنت بلم الطوب ده واعمل منه شارع النجاح. ده الشيء المتوقع من انسان ناجح زي سيادتك يا فندم. في ناس كتير بيتهموني بان انا عملت النجاح ده باساليب غير مشروعه، يعني بطرق ملتويه، لكن اؤكد لك يا هانم ان ده كذب وغش وخداع، والا كنت اتكشفت من زمان. بالذمه كده كده النجاح دي ازاي اسمح له يطلع في التلفزيون يقول الكلام ده؟ ده عنده فلوس متلتله من عمليات غير مشروعه. لا عشان كده بقى ما يحطهاش في بنوك عشان ما يكشفش. انا قبل ما اتكلم في الموضوع، معقوله؟ الموضوع ده انا كنت شاكك فيه في الاول، لكن دلوقتي انا متاكد منه تماما. وتفتكر المبالغ دي هتكون فين؟ مثلا هتكون فين يعني؟ هتكون في بيتهم، حاططها في خزنه متلتله فلوس.
رغم يعني انا لو سرقت مفاتيح الخزنه دي اقدر افتحها واخد الفلوس الكتيره طبعا واشتري كل اللعب اللي في محل اللعب اللي جنب المدرسه. تشارلز، ما كانش ممكن سيادتك تلاقي اوضه فاضيه في اي اوتيل. نفس الوضع في اليونان رومانيا وغيرهم من بلاد العالم المختلفه. يعني انا عايز اقول ان السياحه دلوقتي بقت شيء بالغ الاهميه. تجري اشتري كل اللعب اللي في المحل اللي جنب المدرسه. حاول ندخل في مجال اشتري كل اللعب. ده حماده الزفتاوي المجنون اللي كان موظف عندنا هنا ورفضناه. ايوه يا فندم، بس جون بقى كويس قوي، رجل اعمال ناجح. ربنا فتح عليه وبقى صاحب شركه. وعازم حضرتك في الافتتاح، كلمني في التليفون علشان اقنع سيادتك انك تحضر. هو قلبه ابيض وابن حلال، بس لولا حاله الجنان اللي جات له دي لو عندي وقت حب افوت عليه. حقيقي صدقيني زي ما بقول لك كده، بس صدقاني. مدام ميرسي ميرسي بيكو ميرسي ابو ثانك يو هنا مارتن ديل بسخيتك. انما ايه اخبار الشركه سفر؟ والله ظلمت من يوم ما سبتها حماده بيه. انما شركتك الجديده اختصاصها ايه بالظبط؟ السرقه. لا صحيح، الثراء العظيم ده عملته بسرعه كده ازاي؟ برضه مش سرقه، هو في حد بيعمل فلوس كتير بالسرعه دي الا لما يكون بيسرق؟ صدقني. I want to say that all this money and this house from Tahlee from Alabama. Parlez vous français? Je ne parle pas français. اهلا 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 حماده بيه. ازيك يا مشكاح؟ والله يا شيخ وانا ليك عليا يمين انك وحشني جدا جدا جدا. هات الوزر. بالذمه احنا مفتقدينك. الله يخليك. مفتقدينك فعلا. ميرسي يا بلبع بيه قوي. بصراحه احنا دايما في سيرتك. سلامات. الله يسلمك. هات بوزك. انت هتقعد تبوسني طول الليل؟ ده كتر السلام يقل المعرفه. لا لا لا، احنا معرفتنا لازم تدوم. الظهر الحظ جالك بعد ما سبتنا. وشنا كان وحش عليك. هو في الحقيقه توتو وشها حلو عليا، لما شاركتني في الشغل جبنا نتيجه سوا. فعلا واضح انها كلها عبقريه ونشاط. اه طبعا، ولا نشاط وتهليب. تهليب؟ ايوه طبعا تهليب. او بمعنى اخر تقدر تقول حضرتك كلها نشاط وتهليب واستثمار واستنزاف واستعباط واستهبال، يعني كل دي مترادفات تؤدي الى معنى واحد. لسه برضه دمك خفيف يا حموده. يا حموده دي تعتذر معايا؟ بدلعك يا اخي، احنا مش رؤساء شركات زي بعض. ميرسي قوي يا بلبع. يا بلبوع. ايوه دلعني، بس بلاش بلبوع دي، دمها مش خفيف. خلاص يا اخي بلاش بلبوع دي. ازيك يا بلاعة؟ منور يا بلبوعتي. انت بلبوعة، بلاعة جميلة. طيب خلاص خلاص. انما انا ما كنتش متصور ان ذوقك جميل بالشكل ده. يجنن. وبنتك كمان يجنن، ذوقه حلو قوي. العفش والإضاءة الديكور كمان تريشي. ميرسي يا فندم. أنا حاسس إن إحنا لازم نعمل مشروع سوا. ضروري ضروري. أنت عندك أفكار جديدة ولازم نستفيد بالأفكار دي. طبعا حكم، أنا عارفك وعارف أفكارك. أنت هتقول لي أنت مش عارف أفكاري، بس ده أنت بالع أفكاري. إحنا الحفل السنوي بتاع شركتنا يوم الخميس الجاي إن شاء الله، وضروري تشرفنا أنت والمدام. أنا حاسس إن المستقبل هيبتسم لنا سوا.
شخصية ظريفة قوي يا بلد عبيد. ما بلاش بيدي. قولي لي يا حسن. حسن حاجة. يا سلام على رقتك يا حسونة. لا 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 غلط غلط. حسيت بايدك، ايدك تقيلة. أنا كمان مش متصور إنك أنت هتقولي للبقف ده زرفك ورقتك وتدلعي عليه بالطريقة دي. أمال أنا أعمل إيه؟ أنا مضطرة أقول له الكلام ده وأنا مش طايقاه، إنما الشغل عايز كده. طب يلا يلا نعمل بروفة تانية. يلا خف إيدك شوية. أنت شخصية ظريفة قوي يا بلبع بيه. ما بلاش بإيدي. قولي لي يا بلبع. سبلي سبلي لي أكتر. تعرفي يا تودو، انا طول عمري اقول يا واد يا بلبع، السنين بتفوت وانت غرقان في الشغل وناسي قلبك. حد ينسى قلبه يا بلوعة؟ اصل ما كنتش لاقيه. ولقيته وهويته. ياه ده انت مستعجل قوي 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 قوي. بقولك ايه؟ ايه؟ على الساعة 10 كده والناس ملخومين في العشاء، نتقابل انا وانت فوق في مكتبي، ايه رايك؟ في مكتبك؟ لا 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 لا، ما تخليها في حته تانية. العكس، ده مكتبي ده المكان الوحيد اللي مش ممكن يصير الشوكات. طب ما تحاول تاخر العشاء شويه، عشان انت عارف انا كمان لازم اقدر اهرب من جوزي. دكور، بس المهم تيجي. حاجي يعني حاجي. عن اذنك بقى دلوقتي. عملت ايه؟ فين الولاعة؟ عجبتني وخدتها ليا. طيب السحاب ورايا من غير ما حد يحس. وامسح دموعي في منديلك عاللي جرى.
بره، شوف هتسمعي صوت الشنيور ولا لا. في صوت شوية، انما مفيش حد بره خالص. اشتغل انت بسرعة وانا حابة اخد بالي. يا سلام يا عثمان بيه، انت اللي كان لازم يعينوك مدير. طب والله ما في زيك. انت نمتي ولا ايه؟ ها؟ لا ده انا بكلمك من فيلة رئيس مجلس الإدارة بتاعنا. ها؟ يا ست مرة من نفسي. ده أصل عاملين حفلة تحت، إنما إيه بقى؟ كبيرة قوي، والمعازيم والأكل والمزيكا إيه على ودنه؟ ولا الستات؟ يوه، ستات زي اللوز. يا سلام يا سلام يا سمسمة لو تحبيني. إمتى بقى أبقى مدير زي المدير بتاعنا كده عشان تحبيني وتموتي فيا زي الستات اللي عمالة تموت فيه دي؟ طيب طيب يا حبيبتي، أسيبك بقى تنامي وتاكلي رز مع الملايكة. تصبح على خير. مرحبا بك يا مرحبا بك. وانا النص. ما شافهمش هما بيسرقوا، شافوهم وهما بيتحاسبوا. يخرب بيتك يا مشكاح الكلب. ايه في ايه؟ الاوراق دي دخلوا السجن ما تطلعوش منه ابدا. Thank you.
المفاجأة دي، خلصتي من جوزك وسبقتيني على هنا؟ ايه مالك؟ اصل حصل لي انتفاخ. مش مهم مش مهم، بس واضح انك انت ملهوفة علي زي ما انا ملهوف عليك. خلصتي من جوزك، برافو عليك. تعالي معايا. مساء الخير. الله، تقول لي جاكوا هنا؟ اصل انا حاول احضرك، المدام كانت مش كده ولا لا؟ ايه كانت اصلها كانت تعبانه شويه، فاحنا كنا بندور على تواليت. ها مش كده؟ ايوه، اصل انا طلعت هنا عشان سالت حماده اذا كان في هنا تواليت. الله، رايحين على فين؟ اصل حماده اكتشف ان عنده مشوار مهم ولازم يروح، فقلنا ننزل نشرب حاجه مع الناس عشان ما نبقاش بايخين، وبعد كده هو يخرج. طيب اتفضل اتفضل اتفضل. لا لا، انت الاول ما صحش. اتفضل. انت تعبانه ولا ايه؟ لا ايوه، اصل عندي شويه مغص، متهيألي روح بقى عشان ارتاح. احسن. لا 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 لا، انتفاح واحد ليمون وهتدي بوم. ادي عني الشمبانيه. لا لا مش ممكن، قصدي ما يصحش. مالها تقيله كده ليه؟ اصل فيها ادوات التجميل بتاعتي كلها. طيب اتفضل اتفضل. واحد ليمون بسرعه. اتفضل. سلامتك يا مدام. الظاهر كشفنا. بلغ البوليس وقول لرجالة الشركة مفيش أي حد يخرج من الفيلا. حاضر يا فندم. أنت بقى تعبانة وعايزة تروحي حالا؟ يا ريت. وانا بقى كروديا. ليه بتقول كده يا بلعتي؟ انا اللي بلعها ولا انتوا؟ الشنطه دي فيها ادوات التجميل مش كده؟ طول عمرك كنت صريح معايا، حتى لما رفدتني قلت لي انك انت بصراحه رفدتني عشان خدت المشروع بتاعي قدمته باسمك مش كده؟ انت عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول ان انا كمان عايز اكون صريح معاك. قول يا حماده بيه. احنا بصراحه نضفنا الخزنه بتاعتنا خالص. بلغني يا فندم بلغني. ايوه، ما خليناش فيها ولا مليم. عظيم، برافو عليكم. شايف اللي واقف هناك ده؟ طبعا شايفه. مال؟ وشايف المسدس اللي معاه؟ طبعا. اهو ده بقى يقدر يصيب العصفورة على بعد 100 ميل. يا سلام يا سلام، شوفي، يقدر يصيب العصفورة من على بعد 100 ميل. بس انت مش هتحتاج له. ليه؟ انتوا قررتوا ترجعوا المبلغ؟ طبعا، بمجرد البوليس ما هيوصل هنرجع المبلغ على طول. الله، يعني انت مش خايف؟ انا هخاف من ايه؟ اصل اول البوليس ما هيجي هقول له ان الفلوس اللي معانا دي انت حصلت عليها بطرق غير قانونيه. كده اهو، وعرفت منين انها غير قانونيه؟ بالاوراق والمستندات اللي كانت موجوده في الخزنه بتاعت حضرتك واللي هي موجوده معانا دلوقتي. انت اكيد اتجننت. يعني سعادتك ببساطه اكبر حرامي ونصاب. انا لغايه دلوقتي بتكلم بصوت واطي،
تحب علي صوتي وجرسك وتبقى فضحتك بجلاجل. لا 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 انت بتهزر، انت مش ممكن تقول للبوليس حاجه زي كده. لا 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 ده ممكن قوي قوي قوي. طبعا البوليس جه كمان اهو، بس انا عايز منك طلب تخرجنا في حمايه البوليس احسن حد من الرجاله بتوعك يعمل معانا حركه بلدي كده. اه يا ابني بلاش بلاش، ده سب علني، ده قضيه تانيه. اتفضل. اهلا وسهلا. خير؟ في حاجه؟ احنا تلقينا بلاغ بالتليفون ان في سرقه حصلت هنا في الفيلا. سرقه؟ ده معقول؟ ده الشركة بتحتفل بعيدها السنوي والناس فرحانة ومزقططة، ده أكيد بلاغ كاذب. سيادتك متأكد إن مفيش حاجة خالص حصلت؟ إلا متأكد، إذا كنت أنا رئيس الشركة وصاحب الفيلا وبقول لحضرتك إنه كله تمام. ما يمكن في حاجة كده ولا كده، أنا متهيألي. اسكت أنت. ما تتفضلوا تشاركونا في الحفلة. لا معلش إحنا في وقت العمل. طب لو سمحت، المدام أصلها تعبانة شوية، ولو سمحت توصلها هي والاستاذ الزفتاوي عشان الوقت متاخر، واظن دي من مهمه بوليس النجده برضو. تحت امرك يا فندم، اتفضلي يا هاني. باي باي يا مشكاح. يا بلوعتي. مع السلامة يا بيه. شكرين يا بيه.